في زمن قادة الغفلة والأبناء المخمليين. نستعيد هادي بعناقه الصخرة وافتراشه التراب. في زمن الذل العربي والتوقيع بقلم المهانة. نستحضر هادي بالنخوة العربية والتوقيع ببندقية الكرامة. في زمن أيلول التطبيع الكالح بالتنازلات، يطل طائر أيلول الهادي بالانتصارات. زينب وجواد حسن نصر الله يحكيان هادي الشهيد. وهذا البيت وهذا القائد عطى البرهان من اللحم والدم. هيدي التربية اللي نحن تربينا عليها. طائر أيلول على شاشة الميادين يأتيكم في الأوقات التالية.